إليكم في النشرة الاقتصادية. أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي عبد العزيز النفيسي التزام المجموعة المصرفية الكويتية في دعم الاقتصاد البحريني وتمويل المزيد من مشاريع البنية التحتية الحيوية. احنا دعم الاقتصاد البحريني عندنا بيت التمويل البحريني، الدعم دائما من خلاله، لكن في تمويلات تجي من الكويت مباشرة اللي هو في الإغراض في التمويل لتكبير حجم التمويل اللي كان حجم كبير، وآخرها الآن تو تم تمويل 50 مليون دينار من بيت التمويل الكويتي لدعم المشاريع الإسكانية في البحرين بالإضافة إلى بيت التمويل البحريني.